هيدي المظاهرات نحن رح ننضم لها في حال القرار اتخذ فعلا بتخفيض 15% على الجميع. بعتقد في كثير واللبنانيين صاروا يعرفوا قد في فساد وقد في هدر وقد في سرقات وفي سمسرات، يلموا من اللي قادر مش اللي منه قادر ياخذوا منه. فانا طبعا ضد تخفيض الرواتب. موضوع الهدر، موضوع السرقات، موضوع النهب يلي اليوم الدولة عم تقوم فيها، هي اللي عم تخلق عبء على الاقتصاد وهي عم تخلق عبء على مالية الدولة. مش بس معاشات الموظفين، معاشات الموظفين لما اليوم نعطيهم أهداف وإنتاجية، لا، نحن بحاجة لهم، ونحن بحاجة للمعاشات يكونوا معاشات بهيدا يعني معاشات متقدمة. ولكن اليوم معالجة النهب والفساد العام هو اللي بتكون بداية الحل لمالية الدولة. أكيد في قلق كتير كبير، خصوصا إنه المعيشة صارت كتير غالية وصارت كتير صعبة. ما بتتحمل مصين الدولة إنه ينزلوا لهم 20 و30% متطلبات الحياة كتير كبيرة، وخاصة إنه وصلنا لهون اللي وصلنا هو بده يتحمل المسؤولية. ليش وصلنا؟ لأنه لهم 20 سنة عم يسرقوا، يروحوا يجيبوا 320 مليار اللي حاطينهم ببنوكة بسويسرا، وشوف كيف بصير الوضع بلبنان.